إذا الآن فرصتي أصلح القرية كيف مشتي ورجع الزراعة والبقر وخلي الناس يقوموا أحوال إلا قا صلبوها قا خزوبنا، لكن ما عليهم أنا ششطنهم. والجلجال الجلجال الجلجال والجلجال الجلجال الجلجال والجلجال الجلجال الجلجال يا حاشا جلجال يا حاشا جلجال بو حبوب بو خليل سجلجال مني شو لك سجلجال ماشتيش خلاص قول ماشتيش عادي صيح والله انه هذا ينفع يجي مرافق بعدني لان هذا ابو متر هذا قطب مسمار امانه انه احسن من القعبيه ذاك معبي هواء وداخله فاضي ها ها يا جلجول ارجع ارجع كم بدي كم اعمال كم بدي كم اعمال بو معي لك شغله احسن هي جا بعدي جا بعدي وانا شغل لك هو معي لك شغلة حلا أشتيك تكون تشتغل معي مرافق عمدة على طول تحت أمرك خلاص الله جاي بعدين روح الصح يلا زبا يا أبناء قرية أرض العمل انتهى زمان النوم والكسل وجاء زمان النشاط والعمل ومن أجل أن نكون قرية قوية لها احترامها يجب علينا أن نتحرر زراعيا واقتصاديا ونقيم الأحوال والمرعاية من أجل توفير الحبوب للسنة القادمة ومشتيش أحد يقول لي انت شبه قديم ما تحب إلا المرعاية انتو دارين أن الدول العظمى والأجنبية رغم انهم طلعوا للفضاء وصنعوا السيارة والطيارة ومع ذلك هم في المركز الاول في تصدير الحبوب والقمح والزراعة والثرى والحيوانية واحنا من مشتري له متر صلب 20 قصبة وباع البقرة ورجع يشقي طول الشهر بالمتر علشان يشتري كيس بر وكرتون زبادي واليوم شنزل قرارات وعلى الجميع التنفيذ الذي يصلب المرعاية حقه يتأدب والذي يبيع البقر والغنم خاصة الإناث يتعاقب نشتي هذه السنة نملي البراميل والمدافين ذرة للسنة القادمة ونعمل جمعية وجمعنا بس طيبياس ونشتري ضمد ثوان للقرية والسنة القادمة إن شاء الله نشتري لنا حراثة ونفتح مهدادة للمفارس من أجل نوصل لحد الاكتفاء الذاتي وسلامتكم والله نشكرك على هذا الاهتمام الذي تريد للرعية وحبا للقرية وانت تريد تدعم الزراعة ما شفت بعض الناس جاي يشجنا للسجون وجاي يدور له حركات وش يخرب القرية وش ان شاء الله ان احنا معك وان شاء الله ان احنا ما قالك احنا ننفذه هيك يلا مع السلامة ان شاء الله ان شاء الله ربي يتم على خير أنا هدفي أحارب الدوانق منهم هذا الدوانق وأنا أديهم كلهم لعندك الدوانق جمع دانق والدانق اللي فلت للمرعاية حق أبو جده ويجلس يصعلك بقرية لا مهرة ولا دهرة الآن أولي أديهم الآن شوفها تنجلة ها خلينا نصور هنا من أجل الخلفية تكون واسعة شوف الجو روعة صراحة أبشر أبشر يا عمنا يلا تمام يلا أرع يلا ها واحد اثنين ثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم في كل خير مشاهدنا الكرام هذا دوانيق
والله لو اللي لبسك هوب ذا الحين. في جميع القرى المدينة. ايه وتعملهم؟ والله مثل ما تشوف جالسين نصور. يعني انتم دوانق صح؟ مو دوانق. ماذا ما تولوا تصربهم وتروحوا قليه جالسين تصوروا وتتخابلهم ها؟ يلا الان قدامي عند العمدة يلا. هي عمدة؟ هي يلا قدامي عند العمدة يلا. اني يا عمدة انت منتلت انت الخبر انت. قال العمدة المبروك ما يشي دانقين انا بالقرية. هي هي انا ناهي ما ناهي انا شجاع بصار بصار هي انا ناهي يا بصار بصار هي حول ولا قوة الا بالله يا بلد جاهل انا ناهي من اول وتسلم يا جاهل وقال نحن نجزاء ايوه الولي يسرعكم عند العمدة يلا واه عشان عين مشكل يلا خير يا عبدو من الدك هذا يلا يا مو قدك هذا يا عملة هذا دوانق جالسين يصوروا طالع يتخابلهم يا عم مبروك مو هذا الخبر تدري ان انا قال انا اصور من زمان وان انت تدري ان انا صحفي يا عملاق هذا مالي تخابلوش على قولته هذا الصهير هذا صحفي وهذا المساعد حقه يا عمدة اقل شيء ينزلونا تقرير على الزراعه مش يدلونا مواضيع لا من انا ولا عليان خلاص تمام وانتم ارجعوا صورهم براحتكم لكن تنزلوا لنا تقرير على الزراعه ملا ان شاء الله على طول ولا يهمك يا عم يلا وانت جي ها عمدة ولا زيد دول لنا الدوانك كامل وديهم لعندي ابشر بعزك يا عمدة اوليد يوم كلهم لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع فلا يتحرر الشعب إلا إذا تحرر غذائيا ويجب علينا أن نهتم بالزراعة قبل كل شيء لكي نتحرر غذائيا فالزراعة هي أهم من الصناعة وإذا تطورت الزراعة ستتطور الصناعة وكما أن بلادنا غنية بالثروة المائية والوديان الزراعية ويجب علينا نحن أن نستغلها وننميها ونستثمرها على الأقل نتمكن من الاكتفاء الذاتي لكي نعيش متحررون مرفوعون الرأس يا ولاد ها ها دا كرة لهنا دا كرة لهنا زعما قال لك المبروك دا الكرة ما اديش حقي قال لك اديه له هذا قول عمده حق القرية هات هات لهنا خلاص من اليوم ممنوع اللعبة ما عابوش لعبة بقرية هذه هي مو عمده خلانا نلعب بدل ما تجلسوا تلعبهم وتضيعوا الوقت تشلوا لكم من ثلاثة كباش واللي كرعوكم أما هكذا مش تنزلوا من الوسط أحوال تكسروا الزرع حق الناس ومشاكل أنتم والناس يا عم هذا عدق لنا ندرمونا على منا عند حفلة ايه وانت بالله عليك تعزم الناس كلهم وخالك ما تعزموش يعني ما عابوش احترام لعقال خلاص مالك لما يرضيك ومعي لك مفاجأة هذا لك هجر مدرك اني احب الشيبس طعمي طعم ماذا طازج هذا حامي وطازج من انا اديكو هي من تسالي زينها
فسالي زينب وحتى شيبس. أيوة شيبس وشاب. إذا قوة. لك يا ابني ولا قرب الشام ولقد كفاصوليا قال تفرفر اللقاء. يابا ما بينش طافة، انا ساهل لا فجر خلاني شرقد لساعة. ماذا والشام نخلو روح على الارض والفاصوليا تفرفر اللقاء. عين عين لابو شاقي وقلكلو يولي. كيف نعين شاقي وانت رجال جالس ببيت استعار نفسك قم. يابا قفل خلاني شرقد انا بدالك. هي ناهي بعيني ولا يهمك. يلا ولي. إيه. يلا قوم عندي ولين. إيه على مصروع أخو الله هدا. يلا قدامي مو دخلكم أبي عبقر أنا حقي أنا حر. يلا قدامي يلا قدامي عمدة عنده عنده السن لا ملا فكني لا إنك خلق أني خلف وزريع ولا إنك الحق بعدي فوق ملا قاحزور ملا عدني ملا خلاصة الدنيا ملا مجلبش الحامة أولك بس ده مثقلك. هيا خلاص نسرع احسن. يا بلدوس دوس اجا ولا بلدوس اقول لك مش على هذه اقول لك بلدوس هذا غير ولا شك زحف عم جيب لي بقوزه يا اجا استك بصري عشان انزلها والله انزلها. انت بيقابل اتريه اتريه انا افتالك قتلقني الله اقتلك بل اسرع اسرع مش على الآن تعترف تقول لي ليش بعت البقرة؟ ما بقول له النسوان هقع عيال قال إن ما عشتنش بقرة قاع حسر من حليب وغراز. هن مش قاع حسر من الغراز هن قاع هنشتين تلفون لمس وشبكة بالبيت من أجل جلساني أنترين وأنت واحد أخبل تصدق وبعدين ما تستحاش لما تبع أمك وأم عيالك اللي سقيتك من حليبه سنوات من أجل تراضى نسوان عيالك. حتى انا يا عمدة ما كنتش راضي ابيعه الا نسوان عيال وعيال صملوني ابيعه. انت داري ليش حط انك تبيعه وصمل انك ومو خطتهن؟ لا لا ما راش داري مو خطتهن. خطتهن هذه السنة تبيع البقرة من اجل مهدين الطريق للزبادي يحتل القرية والسنة الثانية يقولين ما عانشتيش لا الفطير ولا الذرة صلب المرعاية مو نشتبع عجور واحنا ما معناش بقرة وانت شتصدق وتصلب احوال وتفتح المجال للقمح الاسترالي يحتل القرية ولا بعدين ما كودك انت وعيالك تشقى على الزبادي والبر. اها هي وانا والله ما لي علم هذه الخطة حقها. انت الشدره بالسفل عملا قم احبسه بالسفل لما يدري ويحط عياله يشتري بدل البقرة رب دلخوا عملا 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 يعني هكذا يا الله الله غريب. ايه وانت العجل ايه حرام لا اصفي القرية ما اخلي دانك. يا انسرح يا عمي راجع ظن انا شولي لعند المبروك اتعول له من غالب اصلي يجازعني لعند المبروك لا ارجع الدرب ولا شيء على طول. أصلحك الله يا بطل. يلا الله يا الله خلاجك. يلا قدامي اللي ولي ادخال انا خمس ده ادخال ملا ملا مش ده علم مش عقل ملا مش على علم. يلا النفس اقول لك غالب لا يرضي استمعني ولا ارضيت مهر الشام قد فرفلق وفاصولية مش تسمر الى الاخر الليل ورقد الظهر يعني قاهو دانق
لك يا عملة ولا قحبل احنا ولا هناك انا وليد الان خلاص وش يدوا الان احنا راعرع منو اشتكي بي منو 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 قدامي جاعد ابو لا مو انا مو عمرك بابي يلا قم جاعد هاك ان انا لجزع يلا يلا ما قعد ان انا لجزع قعد ان انا لجزع ها عبد ان انا لجزع ها زعم مغلابه لمت ولا تقرب عشام ما بقول يا عمده كونك ساهر طول الليل قلك شرقد لي ساعتين لا مو ساهر ملتحرس ما بقول مخزن له انتر يعني طولت الليل سهره وانتره طولت اليوم ما اكل ورقده ايوه يعني انت تسبب خسائر اقتصاديه على الاسره وعلى القريه يعني تستهلك وتاكل ازيد مما تنتج وضروري ما تتادب ولا نعمل لك حل قبل ما تتكاثر عملاق شلوا السفل اعتبس خمس ايام ادب على طول يا عمده يلا يلا جاي جاي يلا حرام لا احارب الدوانق ما ودر دانق بقريه قدامي يلا يلا قدامي قدامي هلا 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 هم اللي هنا خذ ادخل وانا كان اخرج فلت نظر الحين قل لي لمحبسة العمدة المبروك هذا مريض قال لك لمو سمر لاخر الليل وارقد له ظهر لمو ما ولي شقر بقى الشمنة احوال وروحه ما لا تستاهل حرام للذمة هذه النوع على حق ناهي ملال لا تنساش النقع حبسك انت اول حتى انا استاهل ولا ما صدقش النسوان وبيع بقره من بس طبيت كم ناضو يا عمنا هذا ب 400 ريال هتفضل هذه 500 يا عم رمزي صلى وسمعت غير لي بدل المية هذه عنك فقاهية خلاص انا غير لك وهذه بوزيه عاد هذه اسوأ كلها كذا مدي لك بمية حقا لا لا انا اصلا احتاج المية ضروري اذا ما بش غير حل واحد طيب ايش الحل الحل بايدك تنزل تطبيق وان كاش وفتحك لك حساب ولا شفتح لك حساب انا هذا انا وكيل خلاص سمسكة هذا التلفون وانت بتفتح لي حساب انت هلا يا باشا اخرج خلاص خلاص يا لك اشتري وبدل البقره قوم اخرج ها خرج يا باشا وانا والكل لا 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 تجلس اخرنا النقل لا ما خرجني خرجني انا وياك لا جلس انا مو بطلع ها ماذا هني كده خلاص مثلا كنت تدفع مقاطع حقك بالملي والباقي حقك تكون تجلس بالحساب لمرة ثانية تسلم تسلم يا عم رمزي ايه والله اني حلوة وان كاش بدل الكاش تناقص بقدم مني ومن طاقم الفريق ومن والد العريس فؤاد محمد العزب ومن جد العريس محمد محسن العزب
وابن العم عبد محمد محسن العزب، والعم محمد محمد العزب، والعم مصطفى وبلال محمد العزب، وكافة أهل العزب، إلى العريس الغالي عيسى العزب، بمناسبة زفاف الميمون، ونقول له ألف مبروك دام الله سرور.